هنعمل اول حاجه هنعمل تشيكن رانش ستريبس ساندويتش. بصوا معايا تشيكن فراخ ستريبس كده متقطعه صوابع اوراك، هنتبلها تتبيله ظريفه جدا ونغطيها ونحمرها وبتبقى تحفه، ونحطها بقى في ساندويتش. ومعايا شويه من صوص الرانش هحطه مع الساندوتش، احنا عملنا صوص الرانش كتير قوي، ولو سمحت يا استاذه نهى حضري لنا مقادير الصوص الرانش لان احنا عملناه، فهنحطه بقى في الساندوتش. سواء الساندوتش ده بقى كايزر او عيش التورتيا اللي هو اللي احنا عملناه مع بعض زي الخبز الصاج يعني، او الرقاق الطري، كله نفس المقادير. وهنعمل حته ساندوتش لذيذ لذاذه وسهل جدا، احلى من اللي بناكله بره. الوصفه الثانيه هنعمل مع بعض كيك، هنعمل كيك اللبن المغلي، وصفة كده عاملة قلق وهي جميلة جدا، شوية مقادير بسيطة مع شوية تركات كده سهلة قوي، ونعمل الوصفة مع بعض هتعجبكم جدا، جربوها ان شاء الله. واخر حاجة هنعمل مشروب الموكا اللي بنشربه بقى في الكافيهات، وهو برده سهل جدا، مقاديره بسيطة وطريقته بسيطة خالص، هنعمله مع بعض وان شاء الله يا رب يعجبكم. وبس بقى نقول مقادير اول وصفة معانا التشيكن رانش ساندويتش. انا معايا ايه؟ معايا اوراك من الفراخ مخليه من العظم ومن الجلد ومتقطعه بالطول، تمام، طويله كده، اوراك صوابع على شكل صوابع. هنتبلها بايه بقى؟ معلقه كبيره من الصويا صوص، نص كوبايه من الزبادي، الزبادي اللي احنا بنتعشى بيه بالليل ده نص كوبايه يعني تقريبا معلقتين كبار من الزبادي، معلقه من معجون صلصه الطماطم، معلقه صغيره معايا برضو، معلقه صغيره من البابريكا، فص ثوم واحد بس مفروم معايا، برضو رشه كده خفيفه من الجنزبيل البودره، وملح وفلفل اسود. هي دي كده ايه التتبيله اللي هنعملها في الفراخ ونحطها مع بعض. ونحضر بقى ايه التغطيه او التغليف اللي هنغلف بيه الفراخ قبل ما نحمرها. معايا كوبايه من الدقيق، هنحط عليها معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البصل البودره، برضو بابريكا، عندي كمان زعتر ناشف هنحط كده نص معلقه صغيره، وملح وفلفل اسود طبعا علشان نحط الفراخ ايه في خليط اللي بتطلع من التتبيله على خليط البقسماط مع الدقيق مع شويه التوابل اللي انا قلتها دي، وزيت بقى غزير يكون سخن، ونبتدي نحمر الفراخ الحلوه دي. وعلشان بقى نعملها ساندوتش معايا عيش كايزر، معايا عيش اللي هو الخبز الصاج دوت، شويه خيار مخلل، صوص الرانش طبعا ممكن نستبدله بالمايونيز، يعني ظريف، شويه خيار شويه طماطم، يعني ندلع كده الساندوتش. وبس خلاص، وصفه سهله جدا جدا. انا هجيب بوله هنا كده عندي، ونبتدي نحضر ايه التتبيله. هنحط في البوله الصغيره اللي معايا دي الصويا صوص، ادي الصويا صوص اول حاجه، وهنحط بقى ايه الجنزبيل البودره والثوم البودره، هنحط كمان الزبادي والثوم زي ما اتفقنا، فص ثوم واحد بس، البابريكا كده، ملح وفلفل، ملح، خلي بالكم احنا حاطين صويا صوص فما ايه ما تبقوش بحبحاني قوي في الملح، تمام. فاضل بس كده نحط ايه معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم، ونقلب التتبيله الحلوه دي. هي دي كده ايه خلطه التتبيله بتاعه الفراخ كده، ومعايا اهو صوابع الفراخ الاوراك اللي متقطعه على شكل صوابع، هنبتدي كده ننزلها ايه في التتبيله بالشكل ده، تاخد لها كده تقليبه حلوه وتتبل. طبعا يفضل انها تقعد شويه حلوين كده في التتبيله، يعني بالقليل نص ساعه عشان تدخل وتتوغل التتبيله في الفراخ وتعمل طعمه حلو قوي. وزي ما قلت لكم محضره بقى معايا هنا دقيق وبقسماط، هناخد شويه كده من الدقيق على البقسماط كده في بوله واحده، الدقيق وبقسماط كده، هنحط ملح وفلفل، ملح وفلفل، بصل بودره وثوم بودره كده، والبابريكا سنه، والزعتر الناشف، ونقلب الكلام الحلو ده علشان نغطي بيه الايه
الفراخ قبل ما نحمرها. بس كده بالشكل الحلو ده. عايزه اجيب طبق صغير وليكن ايه، فين الطبق الصغير؟ لا ده طبق كبير. تعالى يا طبق اهو. هاخد الفراخ بقى دي من التتبيله كده على طول، واخدين بالكم، على خليط الدقيق بالبقسماط والتوابل اللي احنا عملناه ده كده بالشكل ده، وايه ونتبت عليها كده، بس تبقى كده ايه متبله وخطيره. وهتطلع معاكم بقى مع التحمير كده مقرمشه وطعمها لذيذ جدا جدا جدا، تحفه. ادي واحده، ادي الثانيه. طبعا بعد ما بنغلفها كده يفضل برضو انها ترجع كده في الثلاجه شويه، تاخد لها تقريبا 10 دقائق او حتى في الفريزر، عشان بس ايه التغطيه اللي احنا مغطيين بيها الفراخ دي تمسك عليها كويس وما ايه ما تجريش منك في الزيت وانت بتحمريها كده. تطلع تحفه ان شاء الله، تجربوها كده. واعملي بقى ايه الكميه كلها زي ما انت عايزه. انا معايا الزيت اهو سخن الحمد لله، ومعانا كام واحده كده حلوين اللي هم بقى ايه كانوا في الثلاجه، ناخدهم بقى كده ايه وننزلهم في الزيت. ايوه الزيت سخن. ايوه كده بقى يا زيت، يا سلام كده. ونحمرهم في الزيت ياخدوا كده لون حلو. طبعا طبعا عشان هم اوراك مش هياخدوا وقت ابدا، هتلاقيهم على طول اخدوا لون ظريف جدا واستووا معاكي وبقوا تحفه. هذا كده بس ايه نحضر بقى ايه ساندوتش مثلا. شوفوا بقى نعمل كايزر ولا نعمله تورتيه، اي حاجه براحتكم، بس ياخدوا لون كده ونطلعهم في ورق مطبخ عشان نبتدي نحضر لهم ايه الساندوتش بقى الخطير. هاخد هنا بقى ايه من العيش الكايزر اللي معايا ده، بصوا مقسوم نصين كده وظريف. هنجيب جنبي صوص الرانش والخيار المخلل، ومعايا كمان الخس مثلا، ورقة خس كده حلوة. أول حاجة هنحطها على الساندوتش صوص الرانش. لو سمحتوا نزلوا لنا صوص الرانش من فضلكم اهو، بصوا كده هنا كده اه صوص الرانش نزل اهو، عشان تعملوه يا جماعة رهيب، حلو جدا جدا تعملوه في البيت. وندهن كده ايه العيش بصوص الرانش بالشكل ده، العيش ايه يتشربه ويبقى حلو. وهنا برضو ناخد كده هذا الشكل الظريف اهو. نيجي بقى معانا شوية خيار مخلل مثلا كده، علشان ندلع الساندوتش اهو. هشوف اخبار الفراخ ايه. يا فراخ يا سلام، بتستوي على طول وبتبقى تجنن. طبعا لونها الغامق ده بسبب التتبيله، عشان التتبيله فيها صويا صوص ومعجون صلصه طماطم. تمام، استوت وبقت تجنن وريحتها تحفه. هنطلعها هنا كده في ورق المطبخ، خطيره. ونطفي بقى على الزيت. شكرا يا زيت، والله فظيعه يا جماعه، وريحتها اصلا تجنن، مستويه وسخنه وتجنن خالص. اخر حاجه عايزه بقى ايه على الساندوتش تاني، الجزء اللي فوق بقى نحط خس كده، ورقه خس من الحلوه الطريه دي اهو. ناخد واحده كبيره كده كده، وناخد بقى التشيكن ستريبس اللذيذه دي نحطها كده على الخيار اهو مثلا، نصه خطيره. ممكن بقى كمان نحط ايه شرايح رفيعه قوي من الطماطم لو تحبوا اهو كده.
برضو لو عايزين تحطوا بقى مثلا مايونيز كاتشب براحتكم، برضو تقدروا تحطوا اللي انتوا عاوزينه. ونقفل بقى ايه على السندوتش الجامد ده كده، اهو فظيع، خلص وسهل ولذيذ، وطعم الفراخ فيه يا جماعه قلق. ممكن لما اقطع لكم دي اوريكم، هات لنا كده يا سموره لو سمحتي عشان نشوف شكل الفراخ من جوه. ايوه بصوا مستويه وتجنن، وريحتها تجنن، وتتبيله الصويا صوص فظيعه فيها، فظيعه. ضروري يا جماعه تعملوها. بص مستويه واوراك بقى بتبقى طريه كده وجوسي وخطيره. ايوه تجنن تجنن، جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم، هتعجبكم جدا ان شاء الله.